على الهواء مباشرة في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء. أول أشواط المهرجان بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح، حيث نبدأ في هذه اللحظات معلنين بداية انطلاقة مهرجان المؤسس رسميا في هذا العام 2022-2023، متمنين التوفيق للجميع. برنامجنا الصباحي لهذا اليوم 18 شوط، هذا هو الشوط الأول الرئيسي، ينطلق لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، ينطلق في هذا المهرجان الذي يشهد إقامة 378 شوط في ميداني الشحانية والمصير، ويشهد أيضا إقامة 28 رمزا وجوائز مليونية ضخمة للفائزين. نتمنى التوفيق للجميع. هكذا بدأ الشوط وهكذا بدأ المهرجان عبر قناة الريان الفضائية، قناة الكاس، موقع الأبرقة لسباقات الهجن. فنرحب بالمشاهدين الحاضرين على أرضية الميدان والمتابعين من أمام الشاشات. نتجه لنتعرف على المراكز المتقدمة الأولى، مقدمة الشوط الغزيل من هجن أم الزبار، يتابع الغزيل في التضمير حمد بن سالم بن زاهرة، بينما المركز الثاني وصلت عروبة لهجن أم الزبار، أيضا يتابع عروبة في التضمير أحد الشباب المميزين من أجل إنتاج أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. ولكن ارصد يا مخرجنا العزيز هذا الدخول من بروق لهجن أم الزبار مع سعد بن سالم النعيمي، خطفت المركز الثاني، بينما المركز الثالث من القادمة وصلت مع عزة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل أحمد آل ثاني، يضمرها حمد بن طالب بن عمارة، بينما المركز الرابع وصلت لواحظ، تقدم قدمت لواحظ ايضا من اجل سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل احمد آل ثاني، يضمرها حمد بن طالب بن عمارة على المركز الرابع، بينما المركز الخامس من هجن ام الزبار مع حمد بن مسفر الشهواني، يتابع العروبة على المركز الخامس ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء في أول أشواط المهرجان رسميا، مهرجان المؤسس، هذا المهرجان الذي انتظرناه منذ العام الماضي، والملاك يعدون العدة لهذا المهرجان. استعدوا جيدا إخواني الملاك والمضمرين من خلال خمسة سباقات وتمهيديات أقيمت في ميدان الشحانية وفي الخليج، هناك مشاركات عديدة. أرحب بإخواني من كل مكان، من دول الخليج، من المملكة العربية السعودية، من الإمارات العربية المتحدة، من سلطنة عمان، من دولة الكويت، من مملكة البحرين، من كل مكان. مرحبا بالمشاركين، أهلا وسهلا بالحاضرين في ميدان الشحانية، هذا الميدان الذي عرف بقوته، عرف أيضا بمنافساته وشراسة منافساته. نعود إلى التغيير، لواحظ تسللت إلى المقدمة، انطلقت في مقدمة الشوط لتفتتح مهرجان المؤسس بهذا الناموس المعتاد واللي اعتدنا عليه من هذا الشعار، شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل أحمد آل ثاني بقيادة المضمر حمد بن طالب بن عمارة. هذا المضمر الذي يحمل شارة ممتاز في عملية التضمير من خلال ما نراه على أرضية الواقع، على أرضية الميدان. وهذه أيضا ربما من مشتريات أو إنتاج هذا الشعار. المركز الثاني تأتي في هذه اللحظات الغزيل لهجن إنتاج أم الزبار مع حمد بن زاهرة، ارصد للمركز الثالث، وصلت هيا، وصلت هيا، وهو الاسم الذي ايضا لبطاقة كأس العالم، هيا على المركز الثالث لهجن المرقاب مع بدر بن سليمان المسكري، يقدم هيا في التضمير على المركز الثالث، بينما المركز الرابع والخامس ايضا لهجن المرقاب الوسمية تتقدم مع ذات المضمر المسكري، بينما المركز الخامس وصلت غند لهجن المرقاب مع الغوشري في التضمير، مع الغوشري في التضمير، خميس بن سعيد بن صالح الغوشري. هذه النتيجة والكيلو متر الأخير يا مضمرين، الله
يتجهه، هل يتجه إلى عين خالد الناموس أم إلى هجي المرقاب أم إلى منطقة العوينة؟ هناك انتاجهم الزبر في الأبرقة. أين يتجه الناموس اليوم؟ أين يتجه السلام؟ ما زالت المقدمة مع هجن سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل أحمد الثاني، حمد بن طالب بن عمارة في التضمير، بن زهرة قادم مع انتاجهم الزبار، المرقاب قادمة بشعارين بثلاثة شعارات، تغزو المقدمة المرقاب، تغزو المقدمة. وارصد يا أبو محمد يا مخرجنا حملة الرقم 18 وراها 22، الله براقة، هجن سيح السلام قادمة، هجن سيح السلام وهجن انتاجهم الزبار، ولكن لواحظ سلام يا لواحظ سلام، طارت لواحظ ولكن هيا ولكن هيا 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 ولواحظ هيا ولواحظ اللحظات الحاسمة، هيا إلى الناموس يا هيا هيا لهجن المرقاب المملوكة سعادة الشيخ فلاح بن جاسم، ولكن الناموس إلى عين خالد، إلى هالعين خالد وهي صاحبة توقيتات زمنية. ما ذاقت الهزيمة لواحظ، سلام لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل أحمد الثاني، سلام لعين خالد سلام. هذا الشعار الكبير يفتتح المهرجان بهذا الناموس الصباحي، وسلام لهالعين خالد سلام، سلام لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل أحمد الثاني، والثاني للمضمر حمد بن طالب بن عمارة. وأول أشواط المهرجان رسميا يذهب إلى مع شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل أحمد الثاني، تهانينا لحمد بن طالب بن عمارة. المركز الثاني، المركز الثاني هيا لهجن المرقاب مع بدر بن سليمان المسكري. المركز الثالث، المركز الثالث اللي وصلت فيه مزايا لهجن انتاجهم الزبار، مزايا مع المضمر حمد بن سالم بن بريك. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت فيه المركز الرابع، المركز الرابع الوسمية لهجن المرقاب مع بدر بن سليمان المسكري. المركز الخامس، المركز الخامس يا خالد، المركز الخامس براقة من هجن سيح السلم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، أول أشواط مهرجان المؤسس رسميا. نفتتح المهرجان بهذا الفوز الكبير وبهذا الفوز المميز لهجن سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد، 6 دقائق ثانيتين 77 جزء من الثانية. سلام لهذا الشعار سلام، تهانينا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل أحمد الثاني، التهاني للمضمر حمد بن طالب بن عمارة المري من قدم لنا لواحظ في هذا الشوط الرئيسي. المركز الثاني اللي وصلت فيه هيا قطعت المسافة في 6 دقائق 3 ثواني 41 جزء من الثانية، تهاني لهجن المرقاب ولسعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر الثاني، تهانينا لبدر بن سليمان بن محمد المسكري. المركز الثالث، المركز الثالث اللي وصلت فيه مزايا قطعت المسافة في 6 دقائق 5 ثواني 23 جزء من الثانية، تهاني والناموس لهجن انتاجهم الزبار ولمن قدم مزايا في الشوط الرئيسي حمد بن سالم بن زهرة. تتواصل الأشواط وتتواصل فعاليات مهرجان المؤسس في هذا الصباح الجميل، في هذا الصباح